بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هناخد مع بعض chapter 3 في الستوري بتاعتنا اللي هي The Secret Garden. مرسى shouted Mary one morning, يعني مرسى نادت أو بصوت كده نادت عليها بصوت صريخ كده نادت عليها يعني وقالت لها في صباح اليوم ده look at the moor, بصي للمستنقع اللي هي المية اللي عندهم زي كده النهر كده the sun was shining, الشمس كانت ايه ساطعة the sky was blue والسماء كانت زرقاء. انتوا عارفين السماء لما بتبقى لونها ابيض بتبقى الدنيا هتشتي لكن لما تبقى السماء زرقاء يعني معنى كده ان هي صافية مفيهاش سحب يبقى الجو حلو and everything looked beautiful يعني وكل شيء بيبدو ان هو جميل. Spring is coming, الربيع جه. Smiled مرسى, كانت بتبتسم مرسى وهي بتقول لها ان الربيع جه. There will be a lot of colorful flowers يعني سوف, هنا will be يعني سوف يكون هناك كثير من الايه الفلاورز الملونه الزهور الايه الملونه على المستنقع on the moor soon قريبا يبقى على المستنقع ده حوالين البركه بتاعتهم دي هيبقى عليها colorful flowers يعني زهور ملونه قريبا soon يعني قريبا. It was Mercer's day off يعني انه بيكون يوم الاجازة الداي اوف يعني الاجازة يوم الاجازة بتاع ايه بتاع مرسى and she was going to see her family هي هتروح علشان هنا was going to معناها equal will يعني سوف see تشوف او تقابل her family عامل عائلتها تمام. I would like to visit your house one day, said Mary. يعني أنا عايزة أو أريد أو أحب إن أنا أشوف أو أزور إيه your house بيتك في يوم ما one day. خلاص مين اللي قالت كده ميري. It's a long walk. هو المسافة هتمشي كتير يعني انه البيت بتاعي بيكون ووك المشي دي او المسيره بتاعته طويله هتتعب يعني سيد مرسى. But I can ask my mother ولكن انا ممكن اسال ايه اسال اسك يعني اسال my mother she ان هي ايه can talk ان هي تستطيع ان هي تكلم to Mrs. Medlock ان هي تكلم الاستاذه ميدلوك او يعني ميدلوك انتوا عارفينها في الشابتر اللي فات about it يعني عن هذا الموضوع. I must يعني انا لازم go اذهب now دلوقتي انا لازم امشي دلوقتي but I will see ولكن انا سوف اراكي خلاص I will see you انا سوف اراكي tomorrow. I would like اود او احب to meet your mother انا احب ان انا اشوف مامتك او اقابل مامتك your mother said Mary من اللي قالت كده Mary راحت and Deacon وديكون مرسى smiled مرسى وهي بتبتسم كده قالت لها طب وديكون مش هتقولي ديكون I wonder يعني انا بتساءل she said هي قالت لها كده what Deacon would think of you يعني ما رأي think هنا معناها رأي ايه ديكون في ايه في هذا الموضوع خلاص اي او ما رأيه يعني هي بتسأله رأيها رأيه ايه ان هي ان انت تروحي لتزورين. I don't think he would like me انا لا اعتقد ان هو بيحبني تمام ان هو سوف يحبني answer the girl coldly
يعني جاوبت البنت ببرود كده. خلاص مارسا was surprised يعني فوجئت بردها. هي ميري قالت لها انا ما اعتقدش يعني ان هو هيكون هيحبني وببرود كده بتقول لها ده هو ما يفرقش يعني ان نروح ازوركم او ما ازوركمش. تمام خلاص مرسى فوجئت بكلامها surprised وقالت لها ايه why ليه she asked سألتها don't you like yourself don't هنا معناها أليس يعني you like yourself ان انت تحبي نفسك yourself no not at all لا مش على طول يعني not at all يعني مش على الاطلاق مش على طول said Mary انا مش بحب نفسي طب مش على طول بحبها but I have never thought يعني انا never thought يعني لا افكر of that before يعني انا لا افكر في ذلك of that يعني في ذلك من قبل before يعني من قبل well حسنا think about it now يعني فكري بقى about it now يعني في ذلك الامر فكري دلوقتي it now يعني في دلوقتي يعني فكري الان about في هذا الامر said مرسى gently and left يعني مرسى قالت لها كده فكري انك انت ايه في الامر ده قالت لها بلطف ورحلت ومشت left يعني غادرت خلاص يبقى لو اللي هو مش فاهم في الحتة دي ان هي قالت لها ايه ان هي قالت لها فكري انك انت تحبي نفسك في حب نفسك فكري في الامر ده انك انت تحبي نفسك ومشت مين اللي قالت لك كده لميري مارسا تمام طيب ميري went out خرجت خلاص went معناها باست جو خلاص went out يعني خرجت برا to the garden للجاردن بن انتوا فاكرينه الجنايني and two other garden بصوا garden لوحدها يعني حديقة هنحط عليها ER معناها الجنايني صاحب الوظيفة بتاعت الحديقة اللي هو الجنايني خلاص ER دي معناها ان صاحب الوظيفة اي وظيفة تحط لها اي مكان تحط له ER يبقى صاحب الوظيفة اللي قاعد بيشتغل فيها تمام يبقى هنا gardener يعني الجنايني طيب حطينا له اس يبقى جمع يبقى الجنينية تمام يبقى هنا بن ومعاه تو اذر اتنين اخرين من الجاردينرز يعني من الجنينية وير كانوا working بيعملوا في الجنينة and the robin ده الطائر was singing loudly كان بيغني بصوت عالي look انظر everything كل شيء is starting يعني بدأ to grow ان هو يكبر then said بن هو اللي قال كده and smiled at her وابتسم ليها لميري تمام بن is happy today بن كان فرحان النهاردة او اليوم thought ميري فكرت في كده ميري يعني وهي بتفكر ده فرحان النهاردة as she walked away وفكرت في كده وهي كانت walked away يعني وهي بتبتعد the robin flowed here يعني كان روبن ده الطائر تبعها او يعني تتبعها flowed here hello do you remember me هل انت تتذكرني remember يعني يتذكر she asked هي سألت the bird الطائر The robin flew يعني flew past fly تمام flew down طار to her طار لها and Mary saw شافت something شيئا on the ground شيء كان واقع على الأرض what's this يعني ايه ده she asked هي سألت قالت oh It's an old key. هو كان مفتاح قديم. Perhaps ربما. It's
the key هو يكون المفتاح بتاع ايه؟ to the garden، المفتاح بتاع الجاردن. she said هي سألت and سألت يعني نفسها كده ويتكلم مع نفسها and put the key وراحت حطت المفتاح in her pocket في جيبها. pocket يعني جيب. early the next morning Martha come back يعني في الصباح التالي مبكرا راحت مرسى عادت للبيت تاني. هي كانت أجازة يوم واحد ورجعت come back يعني عادت تاني أو رجعت. I brought you a present يعني أنا أحضرت لك هدية. she said happily to Mary هي قالت كده وكانت سعيدة. سعيدة happily يعني بسعادة، قالت بسعادة لميري. it's from my mother إنها من مامتي. تمام. a present asked Mary سألت ميري هدية أو يعني قالت كده بإيه بحب يعني. oh what is it ما هي أو ما هذه الهدية. it's a skipping rope. skipping rope يعني حبل للسكيبينج يعني للنط. mother says ماما قالت it will help you قالت ان هو ايه سوف يساعدك. I don't know انا لا اعرف what to say يعني ماذا اقول. خلاص. thank you الاولى thank you تمام يعني شكرا. مرسى لافت ضحكت. go outside and try it اذهبي outside يعني للخارج and يعني بره البيت يعني and try it حاولي او جربي انك انت تلعبي بالايه بالحبل بتاع النط. ماري سكيبت يعني قفزت and سكيبت وقفزت all the way على الطريق خلاص على طول الطريق to the garden wall يعني على الجدار او جنب الحيطة بتاعة الايه الجاردن. the robin was sitting here وكان الروبن الطائر كان جالس هناك. you showed انت بينت showed me بينت لي the key المفتاح yesterday امبارح او امس. she said هي قالت كده. but where is the door ولكن أين الباب؟ فين بقى الباب؟ أنت وريتني فين المفتاح؟ فين الباب؟ the robin الطائر started بدأ إن هو singing يغني suddenly فجأة the wind blew blew past blew الباء الويند الرياح blew يعني هبت and some branches بعض الأغصان أو الفروع moves اتحركت خلاص from the wall عن الحيطة اتزاحت وتحركت عن الحيطة. oh it's magic انه سحر. سوت ماري فكرت ماري as كما الادور appeared والباب راح ظهر. she tried هي حاولت او جربت المفتاح اللي كان معاها ذكي and the heavy door opened جربت تفتح بالمفتاح بتاعها في الباب اللي ظهر ده والدور الباب كان تقيل heavy يعني تقيل واتفتح. ماري توك أستيب أخدت خطوة through the door عبر الباب أو دخلت يعني من الباب and smiled وابتسمت. she was standing هي كانت بتقف inside the secret garden داخل ال secret garden يعني الحديقة السرية. it was the most mysterious place يعني انه كان المكان الاكثر most يعني الاكثر غموضا mysterious يعني غموضا. you could imagine يعني انت تستطيع ان انت ايه imagine يعني تتخيل يعني المكان اللي انت
المكان ده بيكون اكثر غموضا في حياتك اللي انت ممكن تتخيله، اللي انت ممكن تتخيله. تمام. There were هناك كان hundreds of plants، يعني مئات من البلانتس النباتات، and rose bushes. bushes دي اللي هي اصغر من الشجرة، اللي هي الشجيرة اللي هي بتبقى كده عاملة كده، دي عارفينها، دي اسمها bushes. يبقى كان في شجيرات من الورد، حورها لكم كده عشان تبقوا متخيلها. يبقى كان في plants نباتات وروز bushes. دي هي البشز روز اللي هو في اللي عندكم، اللي هي مش شجرة لكن بتبقى على الأرض كده، اسمها بشز. and tall grasses، وكمان كان في grasses يعني اللي هي بتبقى الأعشاب اللي بتبقى على الأرض بتدوسوا عليها، دي اسمها grasses. يبقى tall grasses، والgrasses كانت طويلة. everywhere، في كل مكان بقى كان في الحاجات دي، plants rose bushes وكمان tall grasses. وكمان كان في leaves يعني الأوراق، and البرانشز وزي ما قلنا الشجيرات، كانت hung يعني بتتدلى، تتدلى يعني نازلة كده على كل مكان، نازلة تتدلى، يبقى hung يعني تتدلى نازلة كده. تمام. يبقى hung from walls، كانت بتتدلى من الايه، الحائط. and the trees والشجر، and كل ده كان ايه، بيتدل. and the trees and the garden smiled، يعني ال garden دي كانت smelled يعني ريحتها كانت sweet، حلوة، and wet، ومبللة او رطبة كده، ريحة الرطوبة طالعة منها، يبقى كانت ريحتها جميلة طبعا من الورود. و wet. it's so quiet in here، انه كان ايه، المكان ده يعني كان so quiet، هادئ، in here، هنا. تمام. هي كانت بتهمس وهي بتقول الكلام ده، انه هادئ هنا. she whispered يعني ايه، يعني همست وهي بتتكلم الكلام ده. has everything died، يعني هل، has هنا معناها هل، everything كل شيء died مات، عشان الدنيا كانت هادية. then ثم she noticed some little garden plants. sorry هي لاحظت ان في some little green plants in the ground، يعني الاضاءة اصل مغيرة الحروف يا جماعة، معلش. يبقى هي لاحظت ان ايه، بعض النباتات plants اللي كانت لونها اخضر وصغيرة in the ground في الارض. she توك أخذت أستيك عصاية and clean round them، ونظفت حواليها. I can help these flowers to grow، أنا أستطيع أن أنا أساعد هذه النباتات أن هي تكبر. she thought، هي كانت بتفكر في كده، and she worked، وبدأت أن هي تشتغل أو تعمل all morning، طول الصباح، until حتى lunch time، lunch يعني غدا، time وقت، يبقى حتى وقت الغداء. you ate، هي اكلت all your food، كل الاكل بتاعها. لا، هنا مين اللي كان بيقول لها انت اكلتي كل الاكل بتاعك؟ مرسى، سيد مرسى، قالت لها ايه بقى، you ate، انت اكلتي كل الاكل بتاعك، all your food. and look at your red checks، وانظري، بصي للتشيكس يعني الخدود بتاعتك بقت لونها red، your red checks. تمام. mother was right، mother كانت عندها حق، كانت على حق او كانت صح، right يعني كانت صح، عشان بتحسب ان هي طبعا مرسى بتحسب ان هي من نط الحبل، طبعا هي جاعت يعني وبدأت ان هي تاكل، لكن طبعا ما تعرفش ان هي كانت بتشتغل في الحديقة. مرسى she said slowly، هي قالت ببطء، مين اللي هي قالت، ميري قالت يعني ببطء كده، مرسى. تمام. I want to make a little garden، انا اريد ان انا اصنع حديقة صغيرة، but I need something things، يعني انا عايزة ايه، انا need يعني احتاج بعض الاشياء. Mrs. Mitlock gives me
money from my uncle. Mrs. Medlock إن هي تديني تعطيني فلوس money من مين؟ من عمي my uncle every week. كل إيه؟ أسبوع. Where can I pay a small spad؟ أين يمكنني أن أنا أشتري السباد؟ يعني أشياء بتكون صغيرة. مرسى صوت فكرت for a minute لدقائق. There is a shop. هناك بيكون shop محل in the village في القرية. It sells هو بيبيع الgarden tools. هو بيبيع الأدوات بتاعة الحديقة and flowers وأدوات الإيه الزهور. My brother أخويا Deacon often غالبا بيذهب goes there بيذهب هناك في الشوب ده. تمام. He can pay هو يستطيع أن هو يشتري things أشياء for you يشتري الأشياء دي for you يعني ليكي and bring them here ويحضرها يحضر الأشياء بتاعة اللي انت عايزاها دي here هنا يجيبها لك هنا. Oh could he أيمكنه أو أيستطيع يعني هو إن هو يعمل كده يا مرسى said Mary. Yes we will send him يعني نحن سوف send يعني نرسله أو نرسل له يعني a letter خطاب with some money مع بعض الماني answer مرسى جاوبت كده مرسى وقالت لها كده. Mary was excited. Mary كانت متحمسة. I am going to meet Deacon. أنا سوف أقابل Deacon. I went to see him. أنا أريد أن أنا أراه. Very much. كتير جدا. يعني عايزة أشوفه كتير جدا. She thought and smiled. هي فكرت في كده. فكرت في الحاجة دي. فكرت وهي بتتكلم كده. I am going to meet Deacon أنا سوف أقابل Deacon كانت بتفكر وهي كده وهي بتبتسم وأنا عايزة إيه أنا عايزة أشوفه كتير جدا وهي بتفكر ومبتسمة فرحانة لأن هي متحمسة excited. تمام كده خلصنا chapter 3 وبالنجاح وتوفيق وبإذن الله هنزلكم بقية الأجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.